باش نحكيو على تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد، يقول نحن نخوض حرب تحرير وطني ويجب تطهير البلاد من الناس اللي خربتها والناس اللي دمرتها والناس اللي خلتها رهينة للخارج. طبعا هذايا وفق التعبير نتاعو شنو راه؟ هو مؤكد ألف الألف، أنا لاني في سياسة ولا في حتى شيء، أما الكلام اللي قاله السيد الرئيس قيس سعيد مؤكد. البلاد كي نرجعوا 20 سنة التالي ولا حتى أكثر، وكي نركزوا على لي دومين الحساسة كما الاقتصاد كما الأمن كما التعليم، هذوما بارمي لي مايور اللي نعتبرهم عمود الفقري نتاع أي بلاد. التعليم طاح 200 درجة على اللي كنا قبل، الاقتصاد طاح، كان الزوال يهز 5000 و10000 حتى من قبل قيس سعيد، حتى نقولوا حتى من كان بن علي بصدق. اما البريود خاصة اللي حكموها الخوانجية اللي حكمها النهضة، البلاد فلسوها خربوها، حب يرجعونا السنوات اكل كيفاش، لا ماء لا ضوء لا تلفزة لا حتى شيء، هذاك اللي كانوا ماشيين فيه. اما يلزم يعرف اي سياسه باش تشد البلاد ولا شدت البلاد، الشعب التونسي راهو شعب واعي، شعب مثقف، شعب ما شاء الله عليه، يعني حتى كي يمشي يمشي للدول الكبار كيما فرنسا كيما امريكا، عندنا جينيراسيون ما شاء الله راهو يعني بالطريقه هذه وبالشيء اللي عملوه خلوا نسبه كبيره كبيره من شبابنا في الطب في الاقتصاد في الذره في لي دومين كله على ما يلقاوهم، يعني ما شاء الله عباد مثقفة وعندهم في مخاخهم يعطيهم اللي يحبوا عليه ويخطفوه. حتى باش يمشي يعمل فورماسيون معاش يرجع، واللي حتى ما عملش فورماسيون ونشوفوا السنة قداش من طبيب خرج، قداش من انفيرميه خرج، قداش من انجينيور، شي حشم هاجرت العباد، وحتى الزوالي ولا يحرق ويخرج. الزوالي ما عندوش مستوى ولا حتى شيء، يقول لك ما عادش فما عيشه. صحيح نقولوا السيد الرئيس يحاول، اما ما هو الشمس باش يمشي لدومين. نشوفوا تو المعامل مسروقه، اخرتها الزياره اللي قام بها للقاسرين. يعني لا فايده باش نسمي الاسامي، يعني شخص يخدم خدمه 1000 شخص، هو يضرب في الامتيازات نتاع 1000 انسان عنده مستوى عالي ويستنى مسيكن قاعد يستنى باش يخدموه حتى الشهريه يخدمها هو. انا سيد الرئيس نحترمه ونعزه ونقدره، وبالحق انسان نظيف، لا سارق لا خاطف لا حتى شيء، ما بالطريقه هذه مش باش يوصل ينظف بلاد تاع السرقه، بلاد يحب يدمرونا. هاك شفت الجمعه اللي فاتت قداش شدوا 3 ولا 84 كيلوغرام جايه داخله يعني في كاميون نتاع خضره نتاع بسباس، وهي علاش؟ حب يدمروا الشباب، حب يدمروا العباد. يا اختي العزيزه شو نقول لك، القلب يوجع على تونس. الكتاب هذا ولا متكرر برشا، تطهير البلاد وكذا، كاين البلاد نتاعنا معناها ولات منعوته بالصباع، معناها هذا خطاب كي يسمعوه لجانب يعطي زوز وجوه، يعني وجه خايب البر وجه به الداخل، معناها انا راه خطاب سياسي، يعني معناها خدمة مصالح سياسية أكثر منه لا أقل منه لا. ماهيش خدمة لفائدة الشعب والبلاد هذه؟ لفائدة الشعب والبلاد اللي أنا قلتها ونعاودها، السيد رئيس الجمهورية يلزم يتجه نحو الإصلاحات الاجتماعية المباشرة اللي تمس المواطن مباشرة. تجاه وحكي في تصريح سابق قال أنه الحلول الاجتماعية قادمة لكل التونسيين. أنا بدي سمعتها عندي مدة، فهمت شنو؟ الناس كل سمعت معناها اللي فما حلول قادمة قادمة قادمة، المهدي المنتظر هذا اللي باش يخرج قبل الحلول هذيا، عرفت شنو؟ هي البلاد بصراحة تدمرت، وأكثر زاد من اللي يحكي فيه هو ديما معناها باللي يقول. بالنسبة لي أنا راهو هذايا رأي شخصي وحر فيه، خاطر انا ولد الاداره ونعرف اش تما وقاعد، ونعرف معناها الدواليب، ونعرف اللي حتى لتو ونشوف شكون اللي هو كما نقولوا عايش فيها فسادا، وفي بلاصتي تحاسب قاعد يترقى. ولذا معناها هي راهي حرب كبيره، ماهوش الرئيس وحده اللي معناها قادر باش يخوضها،
إذا كان إحنا معناها ما نلتفت وما نلتفش وراء الرئيس وراء الحكومة ونحاول كل واحد من جهته يعمل اللي عليه، خطر اون فان دو كونت البلاد بلادنا، انا ولا اي واحد مش يمشي مش يقعدوا صغارنا مش نخليو لهم، اذا كان ما نخليهمش بلاد نظيفه، بلاد خاليه من الفساد، وبلاد معناها فهمتني ولا تفتخر بها الامم. احنا تونس معناها في وقت من الاوقات معناها اللي يقول تونس معناها فمو معناها كيما نقولوا تونس كانت مفخره، عمال واحنا نوخروا التالي، عمال واحنا ضايعين. إلى متى يلزم يقف هالتيار هذا ويلزم يكون فما حد، وإن شاء الله ربي يعاون رئيسنا، وإن شاء الله ربي يعاون الحكومة، وإن شاء الله ربي يعاون الناس اللي تحب تصلح. أنت كي تشن حرب على الفساد، شنو هي اللي باش يعطلك أنت في المجال الاجتماعي وفي المجال؟ لأنه رئيس الجمهورية قال ثم قوانين قديمة يلزمها تتبدل، يقول ثم قوانين وضعت على المقاس هي اللي تو ما تخليناش معناتها نقوموا ببرشا خطوات كانت نورمالمون نقوموا بها من قبل. بالقانون بصفة عامة هو حاجة باهية، أما البلوزون هذه نجم نلبسها أنا تويتيني وتجم تلبسها أنت ما تويتيكش، ولا العكس تجم تلبسها أنت تويتيك وأنا ما تويتينيش. القانون يزمك تفصله حسب الدولة متاعك شنية تتطلب، شنية متطلبتها. إذا كان أنا القانون مش يعطلني مثلا في دولة تتطلب إجراءات سريعة، علاش نستعمل فيه أنا القانون؟ دونك تغيير المنظومة التشريعية وهذا اللي نادى به رئيس الجمهورية، أو من خاطر تغيير المنظومة التشريعية يتطلب يعني وقت ويتطلب يعني مشرعين وكذا وجلوس على الميد، أو الاتجاه نحو الإصلاحات المباشرة اللي تعتمد على الارتجال. هو توا رجل قانون معناه أستاذ جامعي يجم يرتجل، عنده يرتجل، هو ديجا يرتجل في الإصلاحات الاجتماعية. خويا نجي أنا البلاصة كيما هكا مكسرة، نكلمو الوالي نقول له ابعث لي مقاول توا، نجي المقاول نقول له بدي أخدم فيها توا. هاي سيدي حسب رأيك أنت يعني نجم نخلقوا ونوفروا ونلقوا الحلول الاجتماعية كنت تحكي عليها اون باراليل مع محاربة الفساد؟ باراليل مع محاربة الفساد، بالتوازي مع محاربة الفساد، بالتوازي حتى مع حرب تقليدية، بالتوازي ما نعرفش تكلف تعين هيئة أو لجنة أو كذا ناس معناها قادرين على التنفيذ، عندهم خطر القدرة على الإكزيكيسيون التنفيذ في الميدان، عندها ناس معينة سياسيين ما همش رجال تنفيذ، رجال التنفيذ عندهم ناس معينة، عين لجنة بها تكلفهم بجملة من الإصلاحات، تقول لهم راهو عندنا متشردين، عندنا فقر، عندنا ناس فهمني حياة شعبية مهمشة، عندنا مخدرات ولات كبيرة واحد وكل شيء، عندنا ناس ما عندهاش شهاري، عندنا بطالة معناها تمشي تتفاقم نسبة بطالة، عندنا التشغيل الهش هذاك اللي يخدموا اليوم ويخرج غدوة الصباح، عندنا متروات مكسرة، عندنا كيران مكسرة، عندنا تي جي ما يمشيش، عندنا تكلفهم تعطيهم مو جمله معناها من الاجراءات وتسيبهم ينفذوا. وكيف نعرف انه رئيس الجمهوريه منذ تولي الحكم وتحديدا خاصه بعد مسار 25 جويلية اعلن حربه على الفساد، حسب رايك هل انه فما معناتها تطبيق لتصريحاته خاصه فيما يتعلق بمحاربته ضد الفساد، والا كما يرى البعض يقول لك هي مجرد فزاعه ومجرد شعارك هو محاربه الفساد؟ لا لا لا، لا فزاعه لا شعار لا شعارات لا حتى شيء. قبل شد قيس سعيد أنا أخذ لك حاجة بالملموس، إحنا كنا لا أمن ولا أمان، كل جمعة كل شهر كل شهرين هاو إرهاب جاي، هاو إرهاب في بنقدان، هاو إرهاب شنو، توا الحمد لله ما عادش نسمعوا ضربات إرهابية لا في تونس لا خارج تونس لا حتى شيء. هذه حاجة يعني ماهوش بالساهل، هذه ثم أمن يخدم، ثم كفاءة أمنية كبيرة قاعدة تخدم. الأمن اللي قبل كان مقسوم على اثنين في عهد الإخوانجية، وإحنا تعرفوا الوحدة السوداء اللي موجودة في وزارة الداخلية، الناس كلها تعرف راهو، وشعب التونسي يعرف وكل شيء. تو الحمد لله تروح مثلا نروح الجنوب لاباس، نروح نجي في الليل لاباس، هذه حاجة ماهيش حاجة يشكر عليها. اثنين الاقتصاد صحيح مدام خاطر السياسة باش نقول لك هاكا رجع في المية، ما نجمش يرجع 100%. يعني الشعب التونسي مثلا محروم بشكل لحم ولا محروم بشكل كعبة بنان ولا محروم، خاطر هذاك الاقتصاد هذاك الوضع، البلاد فارغة من الفلوس، الدينار التونسي طايح والورو قاعد طالع، هذه يحب لها ديزاني وديزاني، وان شاء الله ربي باقي ستر على البلاد، وان شاء الله البلاد هذه في الدورة الجديدة وفي الانتخابات الجديدة واللي شكون باش يشد تونس، ان شاء الله يكون عنده شوية وزع انساني وضمير مهني على البلاد هذه. شعارات ما نتصورش، خاطر اللي نشوفه فيه فما معناها بوادر متاع انفراج، فما معناها بشاير حلوة إن شاء الله فهمتني، لكن الرئيس معناها
راهو الفساد معناها تغلغل في وسط البلاد بدرجة مهولة، معناها ما فماش قطاع ما فيهش فساد، أي قطاع تخمم فيه لابد باش تلقى فيه حاجة ليه. ولذا معناها وحده من الجميع يعمل شيء كما نعودها، وإذا كان احنا مش نقعدوا نتفرجوا رانا زادة كيف كيف مش ياكلونا ونمشيوا في الساقين. ولذا معناها راهي ما هي شعارات، انا ناكد اللي ما هي شعارات، والدليل كونا فهمتني ولا معناها احنا تو قاعدين هكا نحسوا رغم الغلاء نتاع المعيشه والناس كل حاسه بالشيء هذا والناس كل متضايقه، لكن قاعدين نحسوا في حوايج سمحه قاعده تخلط. فما بوادر انفراج ان شاء الله، فما بوادر انفراج، ويكفي كونك فهمتني انت مثلا ما استحقيتش الصندوق النقد الدولي باش تاخذ معناها ديجا قاعد تخلص في ديونك. معناها ولذا نحمد ربي اللي معناها على الاقل فما غمه انزاحت ديجا، هذه حاجه حلوه ياسر، ونحمد ربي اللي قاعدين نحاول ونسعى وربي عاوننا من فوق. معناها راهو يقول ربي يقول لك معناها انت اسعى وانا معاك وانا ندزك. عموما نجموا نقضيوا على الفساد ولو نسبيا من بلادنا؟ لي انا تو مشي خطوه مهمه السيد رئيس الجمهوريه في الحكايه هذه. اما شنو اذا كان فما معناها تردد وكل شيء وضعي، شوف الخبز 6 نتاع العشيه ما عادش تلقاه، فهمتني؟ فما نقص في القدرة، برشا أزمات بتاع مواد، أي بتاع المواطن، تحط 20 دينار في مكتوبك وما عادش تعمل لك حتى شيء، صحيح ولا لا؟ أنا والله حطيت 20 دينار 30 البارح ما عملت بهم حتى شيء، قهاوي وكسكروت وطرف دخان وطرف واحد قهوة، فهمني؟ 30 دينار، يعني 30 دينار أنا نخدم عليهم نهار كامل نقول، علاش نخدم نهار كامل باش نمشي ناخذ طرف دخان ونشرب قهوة؟ معناها هذا كل لازمك انت تشوفه مع المواطنين. في حاجه اخرى، المستشارين هذه خدمتهم راهم تاع السيد رئيس الجمهورية، مش خدمته هو، خاطر هو مش راهو باش يكون ملم بجميع الاختصاصات وجميع الميادين، هو قائد، يعني مجرد قائد، يعني باش يعطي الاوامر وباش في الاخر يرجع له القرار النهائي اللي هو. حسب رايك هل انه الفساد في بلادنا صناعه والا كمام عقليه عند التونس؟ صناعة تكونت بشوية 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 بشوية، فهمتي؟ خاطر فما ناس من مصلحتها تكون البلاد فيها فساد باش هما يتمعشوا، راهي الحكاية عميقة برشا معناها. لا ماهيش عقلية يا أخي، لا مادام ما تقوليش عقلية، أنا عقلية تو ناخذ لك الحليب مثلا، احنا كنا الحليب مفقود، أنت كي تمشي لمعمل الحليب مثلا وتسأله يجي يقول لك راهو أنا مثلا نخرج مثلا المليون باكو كيما كنت انا نوزع، اما مدام الروس اللي تحب تعرق البلاد تحب تعمل مشاكل في البلاد، توا احنا صارت لنا حتى في عهد بن علي الحليب ماهوش موجود، الفريده ماهوش موجود، السكر توا بدا يرجع، الحليب رئيس قال بحول الله راجع وبدا يرجع، توا كي تدخل مجازان تلقى الحليب. يعني ازمات تم خلقها. ثم فعلها، ثم بفعل فاعل ما يحبوش سياسه قيس سعيد باش يخدم، خاطر هو انسان نظيف، وحاجه اللي انا نحمد عليها ربي، الشعب كي ما يشربش الحليب ماهوش مشكل، كي ما ناكلوش الفريده ماهوش مشكل، كي ما ناكلوش السكر ماهوش مشكل، الحمد لله لاباس، المهم ثم نحسوا فما صحوه، الشعب التونسي سوفيان درا لوجور باش يجي ان شاء الله تونس تتحسن من جميع الميادين.